هاتف فاروق صلاح مراسل قناه نادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في مباراه النادي الاهلي 97 قصاد نادي الزمالك اللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين لهدف دوري الجمهوريه للناشئين. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك يا شيما وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومبروك للنادي الاهلي. اكيد طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وللناشئين في النادي الاهلي مواليد 97. عايز اعرف منك طبعا اهم الكواليس اللي حصلت النهارده في لقاء النادي الاهلي مع نادي الزمالك اللي انتهى بفوز الاهلي بهدفين لهدف. يعني لو هترجع بالذاكره يا شيما هتلاقيكي متابعه معانا المباريات، الفريق الشباب بتتحطم من البدايه للنهايه. فالنهارده احنا بنحتفل بتتويج النادي الاهلي بفوزه بالبطوله. كان النادي الاهلي حسم البطوله قبل النهايه بخمس اسابيع. النهارده كان بيواجه نادي الزمالك في الاسبوع 34 وده الاسبوع الختامي للبطوله. النادي الاهلي دخل اللقاء طبعا بعد ما حسم البطوله في المركز الاول برصيد 85 نقطه. نادي الزمالك كان في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، فرق 34 نقطة ما بين الأهلي والزمالك. طبعا أحمد الشيخ النهارده كان موجود مع لاعبين النادي الأهلي، كان واحد من اللعيبة نفس الدرجة الأولى اللي طلب إن هو يكون متواجد. أحرز النهارده هدف. أحمد الشيخ لعب وأحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول. الأهلي بدأ بالتشكيل بمصطفى شوبير وميش عمارة ومحمد عبد المنعم وبسام قعود والأمير حسام صلاح أوساكا وعربي بدر مصطفى صبحي وفخري واحمد الشيخ وفادي فريد. شوط اول الاهلي تسيده تماما، قدر في دقيقه 7 ان هو يحرز هدف بضربه راس اتلعبت من الجانب الايسر ارتقى احمد الشيخ وبضربه راس اسكنها الشباك بقى هدف اول للنادي الاهلي. وصل النادي الاهلي سعيه وضغطه وقدر ان هو يضيع هدف الثاني والثالث. ثم اللاعب ميش عماره من ركله ركنيه طلع وارتقى واحرز بضربه راس هدف تاني للنادي الاهلي. استمر الحماس واستمر الاداء الجيد من لاعبي النادي الاهلي وتبارى لاعبي النادي الاهلي اهدار الفرص تباعا في شوط اللقاء الاول لينتهي الشوط الاول بفوز النادي الاهلي وتقدمه على نادي الزمالك 2-0. في الشوط الثاني عمل نادي الزمالك تبديلين ويعني اكيد عارفه طبيعه اللعيبه عندنا شويه اطمنت نتيجه اللقاء شويه. صحيح. بدا نادي الزمالك تدريجيا ان هو يدخل في احداث اللقاء. الكابتن طارق مجدي احتسب ركله جزاء تصدى ليها اللاعب احمد عادل لاعب نادي الزمالك وقدر ان هو يحرز منها هدف بعد النتيجه 2-1. ثم اهدر النادي الاهلي هدف ثالث في منطقه السكس يارد كان احمد الشيخ وقدر النادي الاهلي ان هو يعيد مره اخرى الكابتن عمرو انور بعد التبديلات في السيطره والحفاظ على التقدم. مصطفى شوبير تالق في الدقائق الاخيره. طبعا احتسب الحكم اللقاء 4 دقائق امتد ل 10 دقائق كده لان الملعب توقف لبعض الدقائق كده بعض الاحتكاكات البسيطه، لكن يعني الحمد لله نقول مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. اقول يعني اول حاجه مهمه جدا ان النادي الاهلي النهارده بعد الفوز النهارده عمل رقم قياسي لاول مره نشوفه في بطولات الناشئين. اعلى فريق حقق عدد من النقاط، عدد نقاط النادي الاهلي هي 88 نقطه في المركز الاول واقوى خط دفاع لم تهتز شباكه الا ب 21 هدف. رقم قياسي ايضا ان الفارق النقاط ما بينه وما بين نادي الزمالك اصبح 37 نقطه. الاهلي في المركز الاول ونادي الزمالك اصبح في المركز الثاني. شكرا ليك زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في مباراه النادي الاهلي والزمالك لمواليد 97. ده كان في ختام دوري الجمهوريه للناشئين. المباراه دي انتهت بهدفين لهدف لصالح النادي الاهلي.